هاي، اليوم براويكم مساحة النانو سبيدي وشنو تقدرون تحطون داخلها. طبعا النانو سبيدي على عكس باقي الشنط اللي تكون صغيرة وما تشيل شيء. الحين براويكم في هالفيديو انا شنو حاطة بالضبط داخل الشنطة. طبعا تبارك الله الاشياء اللي بيطلعها منها كلش ما تبين انها هي شلتها، بس ما شاء الله تبارك الله تشيل من قلب. اول شيء حاطة فيها البوك، طبعا البوك اللي خذيته من اخر سفرة لي في فلورنس. حاطة جوالي 13 برو وحاطة الله يسلمكم منظرة طلعت لي مع طلب ريفاي. استخدم السماعة القديمة لأن سماعة البلوتوث تعور أذوني وايد. حاطة طبعا تشكيلة واسعة من الأرواج، أول روج سيفورا، وحاطة بعد الله يسلمكم عطر باتشولي. مش بالضرورة تحطون عطر باتشولي، بس أنا أقول لكم أنه يعني تشيل عطر بعد. نفس ما قلت لكم حاطة مليون روج جلوس فوكس من هدى بيوتي. على فكرة هالجلوس يعني مأساة، لا تشترونه، وايد خايس ويسيح. شريت هاللب أويل الهبة، خايس بعد، ما يسوى الهبة كلش. وحاطة هاند كريم من باتشولي، يعني مطقم العطر وكريم اليد. ما شاء الله يا سيرين، ما شاء الله. صبروا شوف شنو طلعت بعد. إيه، مفتاحي وريموت البيت، وهذا كل شيء كان داخل السبيدي. وايد وايد هايلي ريكومند، الشنطة وايد تسوى. خلصنا، سي يو، باي.